يعني شو نقول؟ عادة هو يبدي بالـ CH3. اوكي؟ لو تريد هذا اللي كاربون هو بابا، هذا ستركتشرال العفو، اي ستركتشرال. لا هذا عرف لك. تعرف ستركتشرال. هذا. شوف. كم درجة كاربون عندنا؟ 10. 1 2 3 4 زين. هاي 10 ذرات كاربون هذا المركب. شو راح يرتبط بيها؟ بالبداية عندنا ايش؟ هيدروجين. 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 هذا ذرتين هيدروجين. هذا. أنا ما أعرف الدكتورة، أقصد ال 22 ليش؟ اي شلون نوزع يعني؟ انه واحد نفس اسمه هو مو واحد اسمه اللي توزعها راح تعرف نفس اراوي. شوف هو ليش ضاف اثنين؟ هاي وهاي الاثنين الزيادة. الزيادة مال هذا القانون. هنا بالطرف راح تكون طرف الأيمن وطرف الأيسر. بينما هنا هنا ذرات الكربون كليتها متصلة باثنين هيدروجين. الأخيرة متصلة بثلاثة هيدروجين. هاي من هذا الإضافة راح تصير. يعني هسه لنا شنو القاعدة؟ القاعدة إنه N كربون زائد 2N هيدروجين. من لما ضفنا بالطرف الاثنين البقية اللي صارت 2N أو 2 عفوا. هذا معناته 22 اذا كان عندنا هذا 10. اوكي بس انت راح اكتب شوف اذا كان عندنا السؤال الاول اذا كان عندنا 8 ذرات كربون تساوي 8 شو راح يصير؟ اعطيني الستركتشرال فورمولا واريد الديسبليت فورمولا هو اول شيء احنا نجيب ديسبلاي حتى ايه نجيب ديسبلاي تعال مو حلو لا اوكي تسجل ولا لا؟